السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة منهج مادة العلوم. هناخد نموذج امتحان ونشوف نفس العدد الأسئلة بتاعة الامتحان إن شاء الله، ونحلها مع بعض كده، وهنراجع جميع أسئلة المنهج بإذن الله. السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية: عناصر وبيئة التوصيل للكهرباء، عدا إيه موصل للكهرباء؟ أول حاجة إحنا خدنا في أول درس خالص مقارنة ما بين الفلزات واللافلزات، وعرفنا إن الفلزات عناصر بعيدة التوصيل للكهرباء، واللافلزات عناصر ربيئة التوصيل للكهرباء، يبقى دي معانا اللافلزات. طيب، كان في حالة استثنائية في اللافلزات بس، إن هو موصل للكهرباء، اللي هو عنصر إيه؟ الكربون أو الجرافيت. يبقى عنصر الكربون أو الجرافيت هو اللافلز الوحيد جيد التوصيل للكهرباء. طيب، طبعا جميع الفلزات جيد التوصيل للحراره، وجميع اللافلزات رديء التوصيل للحراره. طيب، السؤال اللي بعد كده، العنصر اكس 13 يتحد مع الاكسجين ويتكون مركب صفته. اول حاجه انا سنه اولى هو قايل لي ان العنصر اكس 13، طبعا 13 ده اللي هو العدد الذري بتاعه. طيب، المفروض ان العنصر ده لو هنفترض مثلا ان هو الالومنيوم، باعتبار ان الالومنيوم برضه 13، هيحصل ايه؟ بص معايا بقى كده. اول حاجه انا عندي العنصر اكس، يبقى ده العنصر اكس 13، يعني التكافؤ بتاعه ايه؟ طالما 13 يعني يميل لفقد 3 الكترونات. طيب، يبقى انا ممكن احط تحتيه كده ان هو 3، هيتحد مع عنصر، هو قايل لك هيتحد مع عنصر اللي هو الاكسجين، يبقى عندي كده اكسجين. طيب، انا عارفه ان الاكسجين تكافؤه ثنائي، يبقى اكتب تحت الاكسجين 2، وهبدا ان انا ابدل التكافؤات، يبقى هنا احط الاثنين هنا، واجي هنا احط الثلاثه هنا. الشكل النهائي بتاعي هو ايه؟ X2O3. الشكل النهائي بتاعي او المركب ده صفته X2O3. تمام، يبقى انا عرفت دلوقتي ان تكافؤ اكس 13 ده لما يجيب لك ان هو سالب تحتيه، هبدا اشوف هو يفقد كام او هيكتسب كام. طب لو قال لي مثلا اكس 7، هو اكس 7 ده اللي هو المفروض ان هو نيتروجين، بس مش قايل لك مثلا نيتروجين، انت عارف ان هو توزيعته 2 5، 2 5 ده يعني يميل لاكتساب 3 الكترونات. طالما يميل لاكتساب 3 الكترونات يبقى هو تكافؤ ثلاثي برضه. طيب، يبقى هنعملها بنفس الخطوات بالظبط. السؤال اللي بعد كده، زيادة نسبة غاز ايه تسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض؟ طيب، أنت عندك غاز ايه؟ أول أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، وأكسيد الكبريت. غاز أول أكسيد الكربون ما كانش له علاقة خالص بأي حاجة على الكوكب، هي كانت كل المسببات اللي بتسببها أعراض ليك أنت، زي مثلا الغثيان، الدوار، وكده، بينتهي في بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو بيتغير بشكل تاني بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، هتبقى غاز ثاني أكسيد الكربون. تمام، هي الوحدات العظمى التي يتألف منها الكون. المجرة هي الوحدات العظمى اللي بيتألف منها الكون. أنا عارفة إن المجرة دي أكبر حاجة في الكون خالص، اللي هي بعد كده هيبقى على أحد الأسرع بتاعتها، مثلا لو مجرة درب التبانة، إحنا عارفين على أحد الأسرع الحدثية بتاعتها، وتطلع المجرة الشمسية اللي هي الشمس بما فيها 8 كواكب. يبقى المجرات هي الوحدات العظمى اللي بتتألف منها الكون، وهيبقى عليها المجموعات الشمسية، لو ليكن مثلا مجرة درب التبانة بتاعتها شكلها برضاوي، أذرع حلزونية منتفة، تقع المجموعة الشمسية على إحدى هذه المجرات. طبعا مركز المجرة يبقى فيه النجوم، وعلى الأطراف بتبقى النجوم الأحدث شوية. طيب، السؤال اللي بعد كده، الفرق تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. انت عندك حركتين، حركة دورية وحركة انتقالية. الحركة الانتقالية بتبقى في خط مستقيم إلى حد ما، يعني من موضع ابتدائي لموضع نهائي. طيب، إنما الحركة الدورية هي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. أنواع بقى، يا إما دائرية مثلا زي حركة الأرض حوالين الشمس، يا إما موجية زي موجات المية، يا إما اهتزازية زي البالون البسيط. الحركة الدورية بانتظام على فترات زمنيه متساويه، وبيكون في موضع سكون، وبيكون في جانبي موضع سكون، وبيكون في تفاصيل يعني ان شاء الله.
تؤدي اكاسيد ايه الى انتهاء الجهاز العصبي واكاسيد ايه الى انتهاء الجهاز الصلبي. بص الاولى انت عندك هنا كلمه العصبي ما فيهاش نور خالص، خد معاها اكاسيد النيتروجين اللي فيها نور. طيب وتهاب الجهاز التنفسي اللي فيها نور هناخد معاها اكاسيد الكبريت، ده عشان ما تتلخبطش او ما تنساش. يبقى انت عارف ان اكاسيد النيتروجين تؤدي الى تهاب الجهاز العصبي، واكاسيد الكبريت تؤدي الى تهاب الجهاز التنفسي. طيب عرف كل من الكسور، طبعا ده من التعريفات المهمه جدا عندنا في المنهج، الكسور الذاتي خاصيه مقاومه الجسم المادي بتغيير حده هو الحركه بسرعه منتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه القوه تغير من حد. طيب وهناخد تطبيقات عليها بقى، ان مثلا اندفاع الراكب للامام عند توقف السياره فجاه، واندفاع الراكب للخلف عند تحرك السياره فجاه، ووقوع النقود او سقوط النقود في الكوب عند دفع الورقه من تحته فجاه، كل دي تطبيقات عليه. طيب يبقى خاصيه مقاومه الجسم المادي لتغيير حالته من السكون او الحركه ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته، لان لو اثرت عليه قوه طبعا هيضطر اجباري ان هو يغير الحاله بتاعته. طيب التكافؤ، عدد الالكترونات التي تفقدها، يعني انا بوزع الاول عشان اعرف التكافؤ، عدد الالكترونات اللي هتفقدها اشوف هيفقد واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، او تكتسبها برضه هيكتسب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، او تشارك بها الذره اثناء التفاعل الكيميائي. تمام. عندك التكافؤات كلها احادي وثنائي وثلاثي، انت ما عندكش بس الا بعض الاستثناءات مثلا زي الحديد في ثنائي وثلاثي والنحاس احادي وثنائي، وعندك الكربون تكافؤ رباعي، الكبريت 2 4 6 يعني ثنائي رباعي ثلاثي، والنيتروجين والفوسفور ثلاثي وخماسي، غير كده التكافؤات كلها عادية خالص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لك تعريف الاحماض، ده تكملة للسؤال بتاع عرف الاحماض، هي مواد تعطي عند تفككها في الماء ايونات الهيدروجين الموجبة. الاحماض بتعطي ايونات الهيدروجين الموجبة، والقرويات بتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبة. إيه طبعا الاحماض لازم تتميز ان بيكون عندها اتش زي اتش سي ال، اتش 2 اس او 4، اتش 3 بي او 4، والقلويات بتتميز ان عندها او اتش زي ان اي او اتش وكي او اتش. السنه الضوئيه هي المسافه التي يقطعها الضوء في سنه، وتساوي 9467 من 1000 في 10 اس 12. يجي لك هنا مساله بقى يقول لك لو انت عايز السنه الضوئيه يعني كم عدد السنوات اللي بيقطعها الكوكب مثلا عندما يقطع مسافه 1000 كيلو متر. طيب لو انا عايز المسافه بالسنه الضوئيه هقسم المسافه بالكيلومترات على الرقم اللي قدامك ده سنه اولى 9467 في 10 اس 12. طب لو انا عايز المسافه بالكيلومترات هضرب المسافه بالسنه الضوئيه اللي هو وليكن 3 سنين ضوئيه مثلا في الرقم اللي قدامك ده. ده حل المسائل السنين الضوئيه. طيب السؤال اللي بعد كده، وده سؤال لازم يجي لك في الامتحان، اكتب الصيغه الكيميائيه لكل من اكسيد الحديدوز. طيب اكسيد الحديدوز انا عارفه ان الحديد اف اي، والاكسيد اللي هو الاكسجين او. هتظهر لي بقى مشكله هنا ان هو الحديدوز، انا عندي دلوقتي في حديدوز وفي حديديك. لو انت حديدوز يبقى تكافؤ ثنائي، طب لو حديديك يبقى تكافؤ ثلاثي. هحط تحت الاف اي 2 وتحت الاو 2 وابدا ابدل التكافؤات واختصر فيبقى عندي اف اي او. طيب ده بالنسبه لتكافؤ اكسيد الحديدوز. طب كبريتات الالومنيوم، عندي الالومنيوم تكافؤه الثلاثي، طبعا الاي ال والاي يو اللي هو الالومنيوم مذاب باثنين ثلاثي، والاس او 4 اللي هو الكبريتات ثنائي اي مجموعه ذريه، اي مجموعه ذريه بتبدا بحرف الكاف تكافؤها ثنائي، كبريتات كربونات. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هتبدل التكافؤات يبقى اي ال 2 اس او 4 باي 3. طبعا هنا ما ينفعش اكتب اس او 4 3، ما هو كده كانها 43، لا لازم احط قوس واحط بره 3. لو طلب منك عدد الذرات في المركب ده هتقول له ان 3 في 4 ب 12 يبقى معايا 12 اكسجين، و3 كبريت يبقى 15، و2 اي ال يبقى 17، يبقى عدد الذرات 17. اما عدد العناصر كام؟ العناصر في عنصر اي ال وفي عنصر كبريت وفي عنصر اكسجين، يبقى 3 عناصر. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، اكتب المصطلح العلمي، رابطة تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين الأيون الموجب والأيون السالب. هتبقى الرابطة الأيونية دي بتنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين الأيون الموجب والأيون السالب. طيب السؤال بتاعه وضح بالرسم
نوع الرابطة، أوضح بالرسم كيفية ارتباط مثلا ذرة الصوديوم مع ذرة الكلور مع توضيح نوع الرابطة. طيب أنا عندي ذرة الصوديوم Na وعندي ذرة الكلور Cl. ال Na 11 مثلا بتفقد واحد وال Cl 17 بتكتسب واحد، فبتتكون رابطة أيونية نتيجة التجاذب الكهربي. لازم تبقى عارف المركبات اللي عندك، يعني بحيث ان هو لو جاب لك سؤال اكمل مثلا نوع الرابطه في جزيء كلوريد الصوديوم فانت تبقى عارف انها ايونيه. طب في اكسيد المغنيسيوم تبقى عارف انها برضه ايونيه. طيب عندك بقى الهيدروجين دي تساهميه احاديه، الميه تساهميه احاديه، الاكسجين تساهميه ثنائيه، والنيتروجين تساهميه ثلاثيه. السؤال اللي بعد كده، تغير موضع جسم او اتجاهه بمرور الزمن بالنسبه لنقطه مرجعيه ثابته. ده تعريف الحركه، ده له ماهوش يعني ده مش ما يعتبرش حركه انتقاليه ولا حركه دوريه، لانه ما قالش الشروط. انتقاليه لازم موضع ابتدائي ونهائي، ودوريه لازم على فترات زمنيه متساويه. هو ما قالش هنا، هو قال موضع الجسم اتغير وخلاص بالنسبه لنقطه مرجعيه، فانت هتقول حركه وبس. طيب ذره عنصر لا تفقد ولا تكتسب ولا تشارك بالالكترونات في الظروف العاديه. دي ذره الغازات الخامله، لا تفقد ولا تكتسب ولا تشارك. لو قال لك تكافؤها بيساوي ايه؟ يبقى تكافؤها بيساوي صفر. طيب السؤال اللي بعد كده، مؤثر خارجي يغير او يحاول تغيير حاله الجسم من السكون الى الحركه او العكس، او يحاول تغيير اتجاه حركته. ده طبعا تعريف القوه. القوه الجسم بيفضل ساكن طالما ما فيش قوه اثرت عليه بحاول تغير منه. اول ما القوه تحاول تغير حالته هيبدا الجسم ده يحصل له ايه؟ يحصل له تغيير في الحاله دي، سواء سكون لحركه او من حركه بسكوت. طيب اذكر اهميه واحده لكل من انقباض وانبساط عضله القلب. طبعا انت كان عندك في ثلاث انواع للقوه، في قوه كسور ذاتي، وفي قوه احتكاك، وفي قوه حيويه. القوه الحيويه كان من امثلتها انقباض وانبساط عضله القلب. طيب انقباض وانبساط عضله القلب ليه؟ عشان عضله القلب دي بتضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، والعكس برضه بيخش له الدم، القلب بيخش له الدم من جميع اجزاء الجسم. يبقى انقباض وانبساط عضلة القلب يؤدي إلى حركة الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم والعكس. طيب قوة الاحتكاك، أنت عندك فيه كذا أهمية طبعا لقوة الاحتكاك، منع انزلاق الأقدام أثناء السير، انتظام حركة السيارة، التحكم في سرعة السيارة وإيقافها، إشعال عود ثقاب وهكذا. يبقى دي كلها قوة احتكاك أو تطبيقات على قوة احتكاك أو أهمية لها. طيب السؤال اللي بعد كده، القوة النووية القوية. القوة النووية القوية كان ليها بس ايه يعني حاجتين ذكرهم في الاستخدامات بتاعتها، يا اما اغراض سلمية يا اما اغراض حربية. طب اغراض سلمية زي ايه؟ انتاج الطاقة الكهربية. طيب اغراض حربية زي ايه؟ زي صناعة القنابل الذرية. انت لو قلت دي او دي تعتبر من الاهمية، يعني مش لازم تبقى حاجة ايجابية، بس انت سواء قلت دي او دي تعتبر في الاهمية، بس طبعا الافضل يعني ان احنا نقول ايه الاغراض السلميه. طيب المولد الكهربي، لما يقول لك اذكر اهميه المولد الكهربي، هو كانه بيقول لك اذكر نوع تحول الطاقه فيها، يعني بتحول طاقه ايه لطاقه ايه. طيب المولد انا عارفه انه بيحول طاقه حركيه او ميكانيكيه الى طاقه كهربيه، يبقى تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. السؤال اللي بعد كده، اكتب المعادله الكيميائيه الرمزيه، وبيكتب لك ساعات الموزونه، التي تعبر عن التفاعلات الآتية: تفاعل كلوريد الهيدروجين مع النشاط. طيب كلوريد الهيدروجين اللي هو انت واخده برضه في الأحماض، حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl، والنشادر اللي هي الأمونيا اللي انت كنت واخدها في الترم الأولاني برضه، نشادر أو أمونيا سواء يجي لك كده أو كده، اللي هي NH3. طبعا ده كان عليه تجربة، التفاعل ده كان عليه تجربة، إن أنا لما بفاعل HCl مع NH3 بتتصاعد سحب بيضاء. السحب البيضاء دي من ايه؟ من كلوريد الامونيوم. يبقى تتصاعد سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم، وممكن تكتب له اسم المركب تحتيه. وده طبعا نوع التفاعل، عشان لو قال لك نوع التفاعل ايه يبقى مركب مع مركب، انتوا ما بتبقوش عارفين نوع التفاعل ايه. انت هتكتب له الاول في النوع ان هو اتحاد مباشر، بعد كده نوعه ايه بقى؟ مركب مع مركب، او عنصر لا فلزي مع لا فلزي مثلا، او فلز مع لا فلز، او عنصر مع مركب زي مثلا السي او مع الاو 2. يبقى انا هذكر بس الاسم الاول، النوع الاساسي اللي هو اتحاد مباشر، بعد كده هو تحته بند ايه بقى؟ مركب مع مركب. طيب تفاعل الكربون مع الاكسجين، في شرط اساسي هنا بقى لازم تعمله وانت بتكتب التفاعل ده، الكربون ما بيتحدش مع الاكسجين الا لما يكون في اشتعال او احتراق. يبقى سي اللي هو الكربون زائد O2 اللي هو الاكسجين، طبعا هنا المفروض نكتب O2،
O2 اللي هو الأكسجين بيديني إيه؟ بيديني CO2، وشرط هنا في التفاعل إن يكون عندي حرارة، يكون عندي تسخين. طيب السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. فرامل السيارة من تطبيقات قوة، احنا لسه قايلين ان اهمية قوة الاحتكاك انتظام سرعة السيارة وايقافها وكده. ففرامل السيارة دي بطبق على قوة الاحتكاك، يعني باخد قوة الاحتكاك دي او عن طريق احتكاك الاطار بتاع السيارة مع الاسفلت، بيبدأ العربية دي تقف مثلا تفرمل او كده، يبقى فرامل السيارة من تطبيقات قوة الاحتكاك. طيب السؤال اللي بعد كده، يسمى ملح نترات الصوديوم بملح ايه؟ نترات الصوديوم بملح، انت عندك ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، وملح باروتشي اللي هو نترات الصوديوم، وفي ملح بقى او بلورات التوتيا الزرقاء اللي هي كبريتات النحاس المائية. يبقى هنا يسمى ملح نترات الصوديوم بملح باروتشي. طيب يستخدم المغناطيس الكهربي في عمل ايه؟ طبعا احنا ما عندناش حاجة لها علاقة بالآلة الحاسبة ولا بالمايكروسكوب، فيبقى المغناطيس الكهربي بيستخدم في عمل الجرس الكهربي او الونش الكهربي برضه لو جات لك، يبقى في عمل جرس كهربي ونش كهربي. طيب تستخدم ايه في تعقيم حجرات العمليات الجراحيه؟ طبعا انت عندك في انواع مختلفه من الاشعه كتطبيقات، يعني الموجات الكهرومغناطيسيه، في اشعه اكس، وفي اشعه جاما، وفي اشعه فوق بنفسجيه، في اشعه تحت حمراء. دي كلها اشعاعات، وجايب لك الفايده او الاستخدام بتاع كل واحده. الغالبيه تقريبا كلها بتستخدم في مجال الطب، ما عدا الأشعة تحت الحمراء قال لك في أجهزة الرؤية الليلية، وفي التحكم عن بعد، وفي الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية، وفي في طهي الطعام. دي اللي تعتبر ملهاش علاقة قوي بالإيه؟ بالطب. لكن أشعة إكس وأشعة جاما وأشعة فوق بنفسجية لها علاقة بالطب. يعني الأشعة فوق بنفسجية بنستخدمها في تعقيم حجرات العمليات الجراحية. طبعا ده قبل ما يبدأ مثلا الأطباء في الدخول في العمليات وكده، المفروض الحجرة بتتجهز وبتتعقم كويس جدا باستخدام الأشعة دي. طيب السؤال اللي بعد كده، علم بما يأتي. الرابطة في جزيء النيتروجين في السماوية الثلاثية، أنا لسه قايلة لك برضو أنواع الجزيئات كلها، لازم تبقى حافظ كل على كل مثال لرابطة نوع جزيء. يعني في السماوية الثلاثية تبقى عارف نوع جزيئها مثلا نيتروجين، طب في السماوية ثنائية جزيء أكسجين، طب في السماوية أحادية هيدروجين، وهكذا. طب لما يجيب لي السؤال على الكائن يقول لك عرف الرابطه التساهميه بالظبط. الرابطه التساهميه الثلاثيه دي عباره عن ايه؟ اللي بيشارك فيها كل ذره بعدد 3 الكترونات. طالما الثلاثيه يبقى بعدد 3 الكترونات، يبقى حيث تشارك كل ذره بثلاثه الكترونات، فيتكون 3 ازواج من الالكترونات تكون في حيازه كل من الذرتين. وكده يبقى انا خليت مستوى الطاقه الخارجي مكتمل بالالكترونات، يعني هو بيبقى الشكل بالظبط كده. طب انا عندي اللي هو الجزء اللي في النص ما بين الذرتين، بكتب فيه عدد الالكترونات اللي هتشارك فيها كل ذره. لو هي 3 يبقى ذره نيتروجين هتشارك ب3، والذره الاخرى ب3 برضو، يبقى كله كده 6. 6 دي يعني 3 ازواج. طيب السؤال اللي بعد كده، اندفاع ركاب السياره المتحركه للامام عند توقفها فجاه. اهم حاجه انت بتحل السؤال ده ان انت تكتب القصور الذاتي، يبقى بسبب القصور الذاتي الذي تجعله يقاوم التوقف المفاجئ للاحتفاظ بحاله السكون اللي كان عليه. هو دلوقتي كان واقف وبعدين هو اندفع فجاه، يبقى في قوه قصور ذاتي هي اللي خلته يندفع للامام فجاه. طيب لو انا اندفاع الركب الخلفي عند تحرك السياره بسرعه، بسبب قوة القصور الذاتي برضه تجعله يقاوم الحركة المفاجئة للاحتفاظ بحال، أو تجعله يقاوم بقى الحركة المفاجئة عشان يحتفظ بحالة السكون اللي كان عليه. إنما هنا اندفاع ركاب السيارة المتحركة للأمام عند توقفها فجأة، يبقى هنا تجعله يقاوم التوقف المفاجئ للاحتفاظ المفروض إنها بحالة الحركة التي كان عليه، بحالة الحركة التي كان عليه. طيب الوزن دائما أكبر من الكتلة في المقدار. انا عندي قانون بيربط بين الوزن والكتله، الوزن بيساوي الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه او في 10 يعني. فطبيعي ان الوزن دايما هيبقى اكبر من قيمه الكتله بمقدار 10. طيب السؤال الاخير في علق، يجب ان تكون المعادله الكيميائيه موزونه. اي معادله لازم تكون موزونه، ودي هطبقها لك حالا في المثال اللي بعده عشان يتحقق قانون بقاء الماده عليها. طيب ده مثال اهو،
معادله جايبها لي سواء من جوه المنهج او من بره المنهج، وهيقول لك حق قانون بقاء الماده في التفاعل الاتي، وهيكون جايب لك الكتل الذريه الجراميه لكل عنصر انت هتستعمله في المعادله. طيب انا اول حاجه الحاجات اللي عندي قبل السهم دي اللي انا شاده تحتها خط دي هنسميها مواد متفاعله، يبقى اللي انا معلمه عليه دي اسمها مواد متفاعله او مواد داخله في التفاعل، واللي بعد السهم دي اسمها مواد ناتجه من التفاعل، يبقى دي مواد متفاعله ودي مواد ناتجه من التفاعل. طيب المواد المتفاعله دي هجيب كتلها الاول، الكتل بتاعتها، يبقى هجيب مجموع كتل المواد المتفاعله، هقول ايه؟ ال N عندي ب 14 وال O عندي ب 16، يبقى 14 زائد 16 دي هتبقى عباره عن 30. طيب وهنا في رقم 2 يبقى هضرب ال 30 في 2 يبقى 60، وعندي 16 في 2 32 يطلع في الاخر عندي المجموع 92، يبقى انا كده جبت مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل اللي هي قبل السهم، وبعدين مجموع كتل المواد الناتجه اللي هي 2 وافتح قوس 4 زائد 2 برضو ب 16، يعني 14 زائد 16 واللي يطلع اضربه في 2، طيب طلعت 92 برضو. كده عندي مجموع كتل المواد المتفاعله هيساوي مجموع كتل المواد الناتجه، يبقى ده يحقق قانون بقاء الماده، ده يحقق قانون بقاء المادة. طيب السؤال اللي بعد كده، طب لو طلعت مجموع كتل المواد المتفاعلة مش قد مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل، يعني مش متساويين، في الحالة دي هنقول إن المعادلة لا تحقق قانون بقاء المادة. طيب السؤال الرابع، صوب ما تحته خط في العبارات الآتية، تعتبر حركة المقذوفات حركة دورية. المقذوفات دي برضو بيبقى الشخص بيقذف المقذوفة دي، والمفروض ان هي بتنزل عند نقطة معينة، فهي ماشية برضو من موضع ابتدائي لموضع نهائي. طالما من موضع ابتدائي لموضع نهائي في الحالة دي هنقول عليها حركة انتقالية. طيب ينتقل ضوء البرق إلينا في صورة موجات ايه؟ أنا عندي الضوء، أي ضوء ده موجات كهرومغناطيسية، إنما الصوت مثلا ده موجات ميكانيكية. طيب إيه الفرق ما بين الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية؟ الموجات الميكانيكية يعني يلزم انتشارها وجود وسط مادي وما ينفعش تنتشر في الفراغ، لكن الموجات الكهرومغناطيسية بتنتشر في الفراغ وما بتحتاجش لوسط مادي. طيب الكالسيوم سي اي لا فلز احادي التكافؤ، طبعا انت عندك الكالسيوم ده من الفلزات، ولو جيت وزعته هتلاقيه 2 8 8 2 يعني ثنائي التكافؤ. هيدروكسيد الصوديوم مركب حمضي، احنا لسه قايلين اي حاجه فيها او اتش يبقى مركب قروي. طيب معدن الكوارتز مكون رئيسي في صخر البازلت، انت عندك الصخور الناريه نوعين، في منها النوع الاولاني اللي هو الجوفيه من امثلتها اللي هو صخر الجرانيت. الجرانيت بيتميز ان عنده الكوارتز والميكا والفلسفور، يبقى ده مكون اساسي في صخر الجرانيت. طيب ماذا يحدث عند وضع ورقه عباد الشمس الزرقاء في محلول حمضي؟ أنا عندي دلوقتي صبغة عباد الشمس البنفسجية بميز بينها ما بين الأحماض والكرويات، لو أحماض بتتحمر يعني بتتميز باللون الأحمر، لو كرويات الصبغة بتتغير للون الأزرق. طب لو أنا جبت ورقة عباد الشمس الزرقاء، الحمض في حاجة بيحمر، يبقى يتحول لون ورقة عباد الشمس الزرقاء دي إلى اللون الأحمر، والعكس لو أنا جبت حمراء وحطيتها في كروي هتتحول للون الأزرق. طيب ماذا يحدث عند عدم تشحيم الآلات الميكانيكية؟ هتتآكل التروس بفعل قوة الاحتكاك وهترتفع درجة حرارتها وبالتالي هيحصل لها تلف. طيب إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عينة من الحجر الجيري يحدث فوران لتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، يبقى إضافة ده مع ده في غاز بيطلع اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون وده بيسبب فوران. طب ده سؤال برضو مختلف شوية، استخرج الكلمة الغير مناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. عندي H2O وعندي SO3 وعندي Al2O5 وعندي CO2. عندك ده كده في أكسجين، المركب ده يبقى أكسيد، وده في أكسجين يبقى أكسيد، وده في أكسجين يبقى أكسيد، بس ده لا أكسيد لا فلز، وده أكسيد لا فلز، وده أكسيد فلز، لكن دي مية. فالمختلف هنا عندي H2O هي فيها أكسجين بس هي مركب المية متعادل، يبقى لأن الباقي أكسيد. طيب كلوريد الصوديوم ويوديد الرصاص وكبريتات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم، دي واضح كده ان كلها املاح، فهبدا اشوف مين اللي بيذوب ومين اللي ما بيذوبش. يوديد الرصاص طبعا من اهم الاملاح اللي ما بتذوبش في الميه، يبقى هنا هنطلع المختلف، يوديد الرصاص بنقول لان الباقي املاح بتذوب في الميه. طيب الكواكب الزهره والارض وزحل والمريخ، طبعا ده كوكب داخلي والارض مداخلي والمريخ داخلي، لكن زحل
ده من الكواتب الخارجية يبقى هو ده اللي هنفصله ونقول عشان الباقي كواتب داخلية. طب NO2 CO3 OH NO3 طبعا دي كلها مجموعات ذرية، دي مجموعة ذرية برضو شحنتها سالبة، ودي مجموعة ذرية شحنتها سالبة، ودي مجموعة ذرية شحنتها سالبة، ودي مجموعة ذرية شحنتها سالب. بس الفرق ايه بقى؟ انا عندي النترات احادية والهيدروكسيد احادي والنيتريت احادي، لكن السي او 3 هو المجموعة الذرية الوحيدة اللي ثنائية التكافؤ. يبقى انا هخرج السي او 3 واقول عشان الباقي مجموعات احادية احادية التكافؤ. طيب السؤال ده بيقول ايه؟ تم رصد اخر ظهور للمذنب هالي عام 1986، متى تتوقع ان يرى سكان الارض مره اخرى؟ هو هنا بيختبر بس ان انت عارف ان المذنب ده بيظهر كل 76 سنه، فكل 76 سنه يعني هتحتاج بس ان انت تجمع السنه دي زائد 76 يطلع 2062، يبقى يتم ظهوره سنه 2062. السؤال اللي بعد كده، ما النتائج المترتبه على الكواكب الخارجيه عباره عن اجسام غازيه؟ طبعا احنا عرفنا الكواكب الداخليه اجسام صلبه فده مخلي كثافتها كبيره، الكواكب الخارجيه اجسام غازيه فده مخلي كثافتها قليله، يبقى النتائج المترتبه عليه ان انخفاض كثافتها، الكثافه هتبقى منخفضه بتاعه الكواكب الخارجيه. طيب التاثير بقوه مناسبه على جسم ساكن، هيبقى الاجابه عندي اه لسه قايلاها، اي جسم ساكن هتاثر عليه بقوه هتغير لحالته الى الحركه، طب لو جسم بيتحرك اصلا واثر عليه بقوه هتزداد سرعته، يبقى الاجابه يتحرك الجسم. طيب احتراق المغنيسيوم في جو من الاكسجين، اه ده هيديني اكسيد المغنيسيوم وده مسفوق ابيض، يبقى الاجابه يتكون مسفوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم، وتكتب له المعادله حتى لو ما طلبهاش منك ام جي زائد او 2. طبعا هنا المعادله برضو ناقصها ايه؟ ناقصها المثلث اللي هو بتاع الحراره، يبقى ام جي زائد او 2 يدينا ام جي او، والمعادله يفضل تكون موزونه، يعني احط هنا برضو 2 ام جي وتخرج 2 ام جي، وهنا عندي الاو 2 فهي خارجه فعلا 2 او لان الاثنين دي بتتضرب في الاو. طيب اخر سؤال معايا بيقول لك اكتب اسم كل مركب من المركبات الاتيه مع ذكر نوع. لما اقول لك نوع العنصر يا سنه اولى يبقى انت عايزه فلز او لا فلز او غاز خامل، لكن لما اقول لك نوع المركب يبقى انت عنده حمض، عايزه حمض او قلوي او اكسيد او ملح، يبقى ما تلخبطش في الجزئيه دي عشان مهمه. لو جاب لي مركب وطلب نوع يبقى هو عايز حمض ولا قلوي ولا اكسيد ولا ملح. اول حاجه سي اي او ده طبعا نوع اكسيد واسمه اكسيد الكالسيوم، تحت الاكسجين هو اكسيد وتحت الكالسيوم كالسيوم اللي هو سي اي. طيب ان اي 2 اس او 4 هنا ده الاس او 4 انا عارفه انها مجموعه الكبريتات، والان اي اللي هي الصوديوم يبقى كبريتات الصوديوم، طب ده نوع ايه؟ ما فيهوش اتش وما فيهوش او اتش وما فيهوش او، يبقى ده ملح. طب هتقولي ما الاو موجوده فيها اهو، لا دي ما الاو دي داخله في تركيب الكبريتات اصلا، يبقى دي ما تعتبرش اكسيد. طب الكي او اتش ده هيدروكسيد البوتاسيوم ده يعتبر قلوي لانه فيه مجموعه الاو اتش، يبقى دي كلها انواع المركبات اللي موجوده عندي، اخلي بالي بس هي فيها اتش يبقى حمض، فيها او اتش يبقى قلوي، فيها او يبقى اكسيد، ما فيهاش اي حاجه من الثلاثه يبقى ملح. خلاص عشان اكتب الصيغه بتاعته إيه، هكتب تحت كل عنصر الاسم بتاعه بالعربي، هتطلع عندي صيغه المركب او اسم المركب في الاخر. وبكده يا سنه اولى يبقى احنا خلصنا المراجعه بتاعت المنهج كله. تقريبا احنا تناولنا النقاط المهمه جدا فيها، وان شاء الله نراجع كويس ونستعين بالله بالنجاح دايما والتوفيق. شكرا.